Good morning, ladies and gentlemen. Today, our lecture for third year student in College of Arts or Faculty of Arts, in which we will discuss 18th century characteristics of 18th century English poetry. This, let's say, this age spanned from 1660. The year in which Charles II came back as the monarch of England, to the publication of Lyrical Ballad by William Wordsworth. هاي الفترة أو هذا الشعر يمتد من سنة 1660 فترة أو تاريخ أو سنة استعادة الملكية وعادة الملك تشارلز الثاني كملك على بريطانيا إلى سنة 1778 1798. بهاي السنة تم نشر الديوان الشعر الشعبي الغنائي من قبل الشاعر الرومانسي الإنجليزي ويليام وورثورث. أول خصيصة عندنا هي النيم الاسم. It is named Neoclassical or Augustan because it was strongly influenced by the culture and the writers of the reign of the first Roman Emperor Augustus Caesar. إحنا طلابنا يسمى هذا الشعر الشعر الكلاسيكي الحديث لأنه هو فترة حديثة، ولكن متأثر تأثير قوي بمن بفترة الشعراء اللي عايشوا الإمبراطور الروماني الأول اللي هو أغسطس سيزر أو القيصر أغسطس اللي بشهر الثامن بسميه على اسمه، طبعا اللي حكم من 17 بي سي to 14 اي دي، من 27 قبل الميلاد إلى 14 بعد الميلاد. وهذا هذا كلمة أوغستيا مو بس أدبية وإنما سياسية، لأنه شبه الملك تشارلز بما طلابنا بأوغستيس سيزر، خلى يعني البلد استعاد مكانته وقوته الاقتصادية سياسيا وعسكريا من ناحية تجارية إلى آخره. زين، سنة 1660 إلى 1700 يسمى هذا أيضا Restoration، فترة استعادة Restoration of Monarchy in England in 1660. It marked the return of Charles II as the King 1660 to 1685, following the period of Oliver Cromwell Commonwealth. طبعا هي لحد 1700 لأنه فترة موت درايدن، فاحنا هذا نختص بها مو من الناحية السياسية وإنما من الناحية الأدبية. وهاي الفترة طلابنا تم تثبيت دعائم الملكية مجددا بعد انهيار جمهورية أوليفر كرومول، يعني انقلترا تحولت إلى جمهورية من ملكية إلى جمهورية وبعدين رجعوها شنو ملكية. موفمنت كحركة أدبية، النيو كلاسيكال موفمنت was a reaction against complexity and occasion of security and extravagance of the European literature and the Renaissance in favor of a greater simplicity, clarity, restraint, regularity and good sense in all form of writing. طبعا هي كانت ردة فعل reaction ضد شنو التعقيد الموجود عندنا والغموض الموجود والتبذير الموجود في الأدب الأوروبي في عصر النهضة اللي درسته مرحلة ثانية. ايش فضلوا؟ قالوا يابا احنا نريد simplicity بساطة، clarity وضوح، restraint ضبط النفس، regularity أشياء اعتيادية، and good sense وإحساس جيد كل مناحي الكتابة. إذا the writers prefer easy natural يعني هنا wit اللي هي يعني الذكاء الطبيعي والبساطة في الكتابات. The French influence، طبعا الملك تشارلز الثاني was exiled in France، يعني كان منفي في فرنسا، فطبعا عاش بالبلاد الفرنسي وحضارة الملوك والثقافة والمجتمع الفرنسي فتأثر بهذا الشيء.
فمن رجع جاب هذا الشيء يعني من ناحية الستايل بالحياة، ستايل اوف لايف وان رايتر، وايضا كتابة تأثر بها كتاب انجليز، ولكن هم انتجوا their own literature. They were not imitators of the French writers. طبعا هم تأثروا بس ما كانوا مقلدين لشعراء الفرنسيين، وإنما كان عندهم شعر إنجليزي بحت ولكن بتأثير فرنسي. روتس، الجذور. طبعا هنا شو نقصد؟ نقول جذور حركة الكلاسيكية الحديثة اللي ابتدأت مع عودة تشارلز الثاني للحكم. ابتدأت وين؟ أو كان جذورها موجودة وين؟ في الـ 16th century. The classicism of Ben Jonson and metaphysical poetry كانت موجودة في الكلاسيكية مع بن جونسون، والشعر مع وراء الطبيعة ميتافيزيكا. ميجر بوز من أهم شعراء هاي الفترة هو درايدن، بوب، جونسون، غراي، بيرنز، بليك، بعد آخرين، ولكن دول أهم. وكان يميزهم شنو؟ they were urban، كانوا من الحضر مو من الريف. the nature of poets of the poet طلابنا هنا خلوا شيء ببالكم، انه كان تلك الفترة يؤمنون انه الشاعر يولد مع خلينا نقول موهبة الشعر، ولكن ايش قالوا اجوا هذول الشعراء الكلاسيكال؟ قالوا يابا حتى لو عنده موهبة لازم هاي الموهبة تصقل trained discipline to produce great art، حتى تنتج شعر عالمي عظيم. the objective شنو الغرض من شعرهم؟ The aim of the poet is to teach by pleasing, because the poet was not writing for himself but for the public. ما كان شاعر يكتب عن مشاعره ومشاكله الشخصية، وإنما كان يكتب عن مشاعر المجتمع، عفوا مشاكل المجتمع وقضاياهم. So they were objective not subjective، لذلك كانوا موضوعيين وليس شخصيين، يعني ما يحكون عن أمورهم الشخصية، مشاكلهم الشخصية. Nature، شنو نظرتهم للطبيعة؟ Nature was seen as a source for aesthetic and pleasure and scientific inquiry and religious contemplation. كانوا ينظرون للطبيعة على أنها مصدر للجمال، ولكن أيضا للبحث العلمي و يعني احنا التأمل الديني. شنو التأمل الديني؟ أنه تتأمل عظمة الخالق وهاي الطبيعة الجميلة اللي خالقها. illusion شنو illusion؟ هو تاج، احنا نقول بالفيسبوك بالاي واحد يسوي لك تاج اشاره. كانوا classical poetry has excessive reference to classical learning and mythology، كانوا يعني دائما يشيرون الى يعني خلينا نقول الادب الكلاسيكي القديم اللي هو ادب الاغريق والرومان، وايضا اساطيرهم ميثولوجي. reason this age is known as the age of reason، واحدة ايضا من تسميات هذا العصر هو عصر العقل. يعني ليش سموه عصر العقل او العقلانية؟ لانه ثقافة موجودة في تلك العصر has a rational view of the world، كان عندها نظرة عقلانية يعني للعالم، ما كان يعتمدون على imagination وانما شنو على reason. لذلك كان ريزن عقل هو اللي يعتمدون به بكتاباتهم مو مخيلتهم. فورمز، شنو الأنماط الأدبية اللي كتبوا بها؟ يعني هو أنماط، ولكن أكثر شيء كان إبك، وراح نشوف أول ثلاث قصائد كانت ملحمية طويلة، وكانوا يعني يستخدمون أيضا الهيروك كوبلت الثنائيات، كل بيتين قافيتهم سوا، فيعني اي اي، فهذا الشيء يسموه هيرويك كوبلت، ثنائيات بطولية، نوع من انواع الشعر. ديكورم، شو ديكورم؟ انه اني احنا نعرف انه الشعراء لازم يكون عندهم spontaneous يعني رياكشن، ردة فعل يعني عفوية، يعني شاف شيء جميل قال شعر. اجوا هذول الشعراء القرن الثامن عشر الكلاسيكيين الحديثين قالوا لا احنا لازم نخطط planning ahead
for their poems style in terms of style words and structure. قالوا لازم قبل لا نكتب القصيدة احنا مخططين يا نوع نستخدمه، يعني epic سونيت الى اخره، شنو الكلمات اللي راح نستخدمها، طبعا لازم يكون formal والستراكشر التركيب شنو هو. age of satire ايضا واحدة من تسميات هذا الاثر انه use satire to correct in society، كان يستخدمون الهجاء حتى يصححون مشاكل المجتمع او اخطاء الموجودة في المجتمع، كمثلا كثرة الطلاق او غيرها. موك ايبك او موك هيروك هذا احد الانواع اللي استخدموها، كانوا يعالجون مشاكل تافهة بالمجتمع بطريقة ملحمية، مثل شنو صار قتال ما بين عائلتين بسبب انه ابن هاي العائلة او هاي عشيرة قام قص خصلة شعر من بنت هاي العشيرة وصار حرب مدري كم سنة على مود شو احنا عندنا حرب البسوس او البعير او غيرها. فهم ينتقدوا هاي المشاكل يعني تصير تافهة بالمجتمع او مسبباتها تافهة بطريقة ملحمية. سو شعر مورال شو نقصد بيه؟ مورال نقصد انه شعرهم كان اجتماعي واخلاقي، يعني ذات توجه تجاه المجتمع وتصحيح اخلاقه. ديفيجن تقسيم، هذا العصر يعني بما انه هو عصر طويل فترة زمنية طويلة فيقسم الى اربع فترات. اول فترة يسموه ايج اوف درايدن تبتدي من سنة 1660 الى 1700 1660 الى 1717 او هذا يسمى عصر درايدن. ليه جون درايدن؟ لانه كان اهم شاعر وكان هو birth of the classical poetry and its theory، كان هو شهد ولادة الأدب الكلاسيكي ونظريته. عصر بوب من 1700 إلى 1744 هذا يمتد من 1700 إلى 1744. It was the climax of the new classical، كان ذروة الشعر الكلاسيكي الحديث في هذه الفترة. Age of Johnson احنا عاد نشوف طلابنا انه الشعر الكلاسيكي الحديث فيسز، اكو اس عفوا بعد يعني هذا خطا اخر املائي. فيسز نيو ايدياز ان ويش كونتينز ذا سيز فور روماتيك موفمنت، كان واجه مضاد له الشعر الكلاسيكي الحديث. شنو المضاد؟ انه بذور حركه رومانسيه المعاكسة بتوجهاتها للشعر الكلاسيكي موجودة في هاي الفترة أو وجدت في هاي الفترة اللي هي من عصر جونسون 1744 إلى 1748 1744 إلى 1784. عندنا العصر الأخير في هذه الفترة اللي هو او الفترة الأخيرة في هذا العصر، عفوا الفترة الأخيرة في هذا العصر 17 تبتدي بسنة 17 84 to 17 98 زين من 1748 إلى 1798. ليش؟ بدأت بيرنز طبعا and ends with the publication of Lincoln Bells by the romantic poet Wordsworth، وابتدأت يعني بيرنز شعر بيرنز وانتهى طلابنا بنشر ديوان القصائد الشعرية الغنائية من قبل الشاعر الرومانسي الإنجليزي ويليام ويرسوورث، وهاي كانت أهم قصائص هذه الفترة موجودة في كتاب القرن يعني الثامن عشر اللي هو غلاف أزرق. ويبتدأ هاي يعني الخصائص من صفحة 102 إلى صفحة يعني 113 وأتمنى كنت إنه موفق بشرحهم. بالتوفيق يا رب. We will catch you later in the upcoming videos.